السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي سمسايا. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقتي في المغرب، طريقه سهله بالمقادير مضبوطين. اعوام وانا كندير هذه الطريقه، الحمد لله عمرها ما خذلتني، ديما صدقه. نتمنى ان شاء الله تنال عجبكم، وما تنسوش لايك وبارطاج، والجداد يديري ابوني ويورك على جرس وصلهم ديما جديد. شكرا. المقادير ديال هاد البغرير الكاس باش تعبروه غادي تعبروه هي كلشي، جوج كيسان اونص ديال الماء، جوج كيسان ديال سميتة رقيقة، جوج معالق فورس، علقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، وواحد ساشي ديال الخميرة ديال الحلوة والملح. أول حاجة غادي نديرو الماء يكون دافي، جوج كيسان اونص كيما قلت لكم، إلا عبرتو بجوج كيسان علبة غادي تعبرو نفس كيسان باش تعبرو سميتة تعبرو بيه الماء. نزيدو عليه الملحة، المهم غنديرو مقادير في مرة وحدة. نزيدو سميدة، تكون نوعية جيدة، خميرة، أحسن نديرو هادي ديال الحبوب كتصدق أحسن من الأخرى معجون، وكذلك جوج معالق فورص نخلطو بمعلقة حيت قدر هداك الشي لاخر يدار لتحت. نزيد ما قلتلكم هادشي كنطحنو بالمولينكس، لي معندوش ميكسر حيديرو في مولينكس. مال نخلطو بمعلقة، دابا غادي نخلط كلشي بالميكسر. نخلطو مزيان حتى صافي نشفنا ديك السميده صافي دابت والخميره وداكشي كله. غادي نزيدو ديك الخنشه ديال الخميره ديال الحلوه، نعاود نخلطوها غير تحيد لينا ديك صافي نشوفو ديك الخميره صافي دابت صافي نوقفو. هاد البغرير هذا ما كيحتاجش يخمر كيما نخلطوه ونطيبوه، أو تقدرو تخليو ديك 5 دقايق مين ما توجدو المقلة أو توجدو فاش غديرو مزافي. هي المقلة ديالي كنطيبها في هاد الصغيرة، درتها تسخن هي الأولى غير في هاديك الصغير ديال الفرنو. هاد المقلة كتصغر معلقة مغرفة ديال العجين، صافي نخليها تطيب أو نحيدو ونديرو لخرى. المهم دغيا كيطيب هاد البغرير في تقريبا 5 دقايق كيطفي كيتوجد، غير على عافية مهيلة بلا ما تشاهدو عليه حيت قدر يتحرق لتحت وباقي مطاج من الفوق، داغي على عافية مهيلة. كيما قلت لكم دغيا ديرو الأولى ديرو التانية المهم التالتة وأنسي دو سويت تكملو كاع بغريلكم، وإن شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. هاهو البغريل ديالنا بعد ما وجد، كيما كتشوفو دغيا سهل مال كله متقوب. وخايبات هاد البغرير كيبقى كيما هو، جنبو ما كيتكمشوش كيبقى هو هذاك. نتمنى ان شاء الله تجربوه وما تنسوش لايك وبارطاج، والجديد ديروا ابوني ويكوراجيو وصلكم ديما جديد. شكرا وصراحه.